الشباب هم القوة، هم القدرة على التحمل، هم الأمل، هم المستقبل. على مدار العشر سنين اللي فاتوا والفترة الانتقالية اللي احنا مرينا بيها، أصبح الشباب يمثلوا أهمية كبرى للمجتمع ولبناء نهضة مصر. من هذا الأساس ومن هذا المنطلق فكرنا إن احنا نعمل برنامج لبناء قدرات الشباب. سمينا البرنامج دوت دورنا، قام بتنفيذه مركز خدمات التنمية مع منظمة كريسب الألمانية على مدار السنتين اللي فاتوا 2019 و2020. هدف مشروع دورنا هو تحفيز الشباب المصري للمبادرة بأدوار قيادية في المجال العام، ونقل مهاراتهم لتحويل أفكارهم الابتكارية لمبادرات حقيقية، وتكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية من القطاعات المختلفة. الرسالة بتاعت البرنامج في الأساس هي دعم وتحفيز الشباب المصري لاستغلال طاقاتهم الابتكارية والإبداعية من أجل الوصول لتغيير اجتماعي مستدام على المستوى المحلي. ركزنا في البرنامج على فكرة بناء الشراكات مع العديد من الجهات المعنية من مختلف القطاعات زي القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني وبعض شركات القطاع الخاص والإعلام ووسائل الإعلام لتكوين مساحات أكبر للمواطنة الفعالة. ومن خلال الشراكات دي دعمنا الشباب عشان يكونوا عوامل تغيير إيجابية ومستدامة في مجتمعاتهم المحلية من خلال المبادرات المجتمعية اللي عملوها، ومن خلال ألعاب المحاكاة اللي احنا أخدناها أو نفذناها على أرض الواقع بعد كده. So the main goal of YLEAD is to empower young people and especially women and girls to take over leadership positions. There are many good reasons why youth should be in leadership and decision-making positions. Let me just focus on two of them. First and foremost, of course, is to be closer to the needs of the youth, because the needs we are facing today are totally different than those that youth was facing like 10 years ago or even 5 years ago. So that's one of the reasons. And the other reason, of course, is that when you bring in youth in the decision-making circles, you will get much more input and new ideas that will help to solve the problems that we are facing today. So in order to produce, to create alternative and innovative ideas, we definitely need to pick the minds of the youth. ركزنا في البرنامج على موضوع الانتخابات والتأهل للمحليات. نفذنا الكلام دوت من خلال لعبة محاكاة سميناها مدينة الشمس أو هيليوس. ومن خلال اللعبة دي اتعرف الشباب على أهمية المشاركة المجتمعية وفكرة أو إزاي يتم خوض العملية الانتخابية واختيار القضايا اللي بتهم المجتمع أو بتهم المجتمع المحلي. كنتش أعرف عن إيه تعريف المجالس المحلية من خلال إن أنا عرفت تعريفها يعني إيه وبتتكون من إيه بالظبط وايه دورها عموما في المجتمع وبالظبط بتمثل نسبه قد ايه ودور ان هي اثرت جامد في دستور 2014 لما حددت نسبه 25% للشباب و25% للمراه. وفي نفس الوقت كبنت فادني على المستوى المجتمعي ان انا حسيت ان انا بقى ليا دور يعني مش مهمل زي ايام زمان. استفدنا حاجات كتيرة جدا، عرفنا عن ايه اصلا المحاكاة، ازاي ان الشباب يقدر ان هو يتأهل نفسه ان هو يخش المجالس المحلية، يعرف ايه هو دور المجلس المحلي، ايه هي الادوار اللي هو يقدر يلعبها في المجلس المحلي بشكل فعلي، التدريب التفاعلي، كمان لما يكون في اكتر من شخص موجود فبيفيد خبرات اكتر وبيخلينا نعرف اكتر. كمان عرفنا ايه هي الادوار بتاعت المجلس المحلي، ازاي انا كشاب او بنت اقدر ان انا من بعد 21 سنه اقدر ان انا يبقى ليا دور في المجتمع، اقدر ان انا اشارك في دوري بقرار في المجلس المحلي عن طريق الانتخاب او عن طريق المشاركه ان انا انتخب الشخص الكويس اللي هو هيقدر يفيدني في المحليات. لعبة المحاكاة الأخرى اللي احنا لعبناها اسمها مجاديف. فكرة مجاديف هي فكرة التعاون وبناء الشراكات ما بين القطاعات المختلفة.
جلسة المحاكاة النهاردة كانت بتتكلم عن التشبيك في محافظة اسمها قايلة، تمام. كل هدفها كان إن نعرف دور كل قطاع، سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص أو نظمات مجتمع مدني، ودور كل واحد فيها إيه. فإحنا لما كان في ممثلين لكل مؤسسة أو لكل قطاع كان موجود معانا، فبدأنا نحس ده بيشتغل إزاي وده بيشتغل إزاي، ممكن نقرب من بعض، ممكن إزاي نشبك مع الناس دي. وكل واحد مثالي بدا اكتر ان هو يتفهم للدور بتاعه، خاصه احنا فعلا في الحقيقه ان الناس دي كانت فعلا ممثله لمؤسسات فعلا في الحقيقه، سواء مع اختلاف القطاعات بتاعتها. فبالتالي احنا فهمنا احنا كل واحد دوره ايه بالظبط، وقربنا شويه من ان احنا لما نتكامل او لما يحصل تكامل ما بين الناس، تنسيق ما بين الناس، ان ده هيخرج العمل بتاعنا بشكل كويس، بشكل مرضي لنا احنا في الاول. والحاجه الثانيه ان ده هيحقق مصلحه كويسه جدا وقويه جدا للبلد، ان وقتها البلد ممكن تنهض بشكل كويس. كان مكون بناء القدرات بيهدف لتأهيل الشباب للمشاركة في المجال العام وزيادة ثقتهم بأنفسهم وتوسيع أفاقهم والارتقاء بمهاراتهم عشان يكونوا قيادات مجتمعية فعالة. احنا كنا مهم جدا عندنا ان احنا نعد القادة، ان احنا نبدأ نتكلم مع الشباب، ان احنا نختار الشباب، وان احنا نهيئ لهم الفرصة ان هم يكونوا فعلا قادة مجتمعيين. في منهم قدر ان هم فعلا يقدر يرشح نفسه في بعض القيادات والمناصب الاجتماعية المهمة، زي مثلا منهم بعض الناس رشحوا نفسهم في البرلمان، في ناس دلوقتي بيعدوا نفسهم ان هم يخشوا المجالس الشعبية المحلية، وفي بعض الناس قدروا ان هم يخشوا كأعضاء في مراكز الشباب وان هم يكونوا قادة جوه المجتمع. كنت مرشح 2015 برلمان. طبعا كان عندي قصور في إدارة حملتي الانتخابية. احنا في برلمان دلوقتي 2020، انا محققة نتائج كويسة جدا من خلال مشاركتي في المشروع دورنا، لاني استفدت طبعا بالحضور ونفذت ده على الأرض في الحملة بتاعتي. أحب أقول إنه حصل مجهود كبير في انتقاء الشباب اللي شاركوا معانا في ورش العمل ديت. هم فعلا شباب متميزين وفعلا عندهم حاجات وأفكار حابين إن هم يدعموا بها مجتمعهم وبلدهم، وإحنا بنتمنى إن هم إن شاء الله يقدروا يحققوا الأهداف ديت. الشباب يمتلكوا القدرة على تحقيق أهدافهم في تغيير السياسات وتفعيل دورها بشكل أكبر في الدولة والتأثير على جميع القوى الموجودة داخل المجتمع. من هذا المنطلق كان من المهم إن احنا نشتغل على فكرة أوراق السياسات والتأثير في السياسات العامة. من خلال التعاون مع جامعة أسيوط، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية التجارة جامعة أسيوط، قمنا بتنفيذ وصياغة 3 أوراق سياسات. في البرنامج اللي احنا بننفذه حاليا الخاص بإعداد أوراق سياسات عامة بتركز على قضية دمج الشباب في المجال العام، احنا الورش التدريبية اللي تم تنفيذها الباحثين توافقوا أو اختاروا 3 مسارات للعمل البحثي أو إن هي يتم وضع أوراق سياسات فيها. المسار الأول ركز على الجانب الخاص بالتمكين السياسي للشباب ووضع دور أكبر للشباب في المجال السياسي. المحور الثاني اهتم بالفتيات ومحاولة خلق مساحة أكبر للفتيات، خاصة في الشق الاقتصادي أو التمكين الاقتصادي للفتيات. والمسار الآخر ركز على قضية التطوع، باعتبار أن التطوع ده مدخل هام أو هو بيوفر مساحة أفضل للشباب من أجل التواصل مع المجتمع أو من خلال القيام بمبادرات مجتمعية، وإن هي أداة وسيلة بتصنع الشباب وبتخلق الكوادر ما بين الشباب وبتمكنهم من امتلاك مهارات مهنية وقيادية وغيره.
داخل ورش العمل اللي بيتم تنفيذها في البرنامج. كل مجموعة بتركز على أحد المثارات وبتقوم على إعداد ورقة سياسات حول الموضوع الخاص بها، والهدف هو إنجاز ورقة سياسات تقدم مقترحات لصناع القرار بشأن الطريقة الأفضل أو البديل الأفضل للتعامل مع تلك القضايا وتلك المثارات من أجل التوصل إلى النتيجة النهائية في خلق دور أكبر ومساحة أكبر للشباب في المجال العام. دور الشباب في العمل التطوعي والخدمات العامة، سواء بنتكلم على مستوى المدن أو الريف أو الأحياء الشعبية على حد سواء، المشاركة في الأعمال التطوعية المختلفة دي قادرة على بناء شخصيات الشباب وتقويتها وتعزيز روح المواطنة لديهم، علشان يكون ليهم مساهمة في مساعدة الآخرين وتقديم طاقتهم الإيجابية لخدمة مجتمعاتهم المحلية. من المنطلق دوت نفذنا عدد من المبادرات في 14 محافظة بيهدفوا كلهم إلى تحقيق استراتيجية مصر 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة. كان في مبادرات بتتكلم على النواحي البيئية ورفع الوعي بالقضايا البيئية في مصر في إطار الأهداف التنمية المستدامة، ومشروعات أخرى معنية بالصحة والتعليم وتقديم الخدمات العامة داخل المجتمعات المحلية في المحافظات اللي غطيناها. حاولنا من خلال البرنامج ان احنا نقدم حزمة متكاملة من الأنشطة اللي بتهدف كلها الى تنمية قدرات الشباب وتمكينهم للعب ادوار ايجابية في مجتمعاتهم المحلية، على اساس ان يكون في تغيير ايجابي على المستوى المحلي من خلال الشراكات المختلفة اللي تم تكوينها.